قلب في وقت حاجته، هو المال ذي خلى الوفي يلبس الكفن وذي حمل المسكين من فوق طاقته، هو المال ذي خلى الفتى يترك الوطن ويسعى قفا غربة وفيها نهايته، هو المال ذي خرج ثلث من في اليمن وخلى ثلث من عاش فيها مقاوته، هو المال ذي يرفع مقامك في الزمن وذي يجعلك إنسان يضرب كفايته، هو المال يا مالي ذي استقضب الخوان وخلى وضيع القوم يوصل لغايته.